بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المدارس الثانوية للتمريض، أهلا وسهلا بكم. طلاب سنة تالتة سنة تمريض، النهاردة إن شاء الله هنشرح طب الأطفال. هنشرح ما بين الباب التاسع اللي هو أمراض الجهاز التنفسي للأطفال، والباب العاشر اللي هو الأمراض القلب والأوعية الدموية للأطفال، مع خالص الأمنيات بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب المدارس الثانوية للتمريض الصف الثالث، النهاردة هنتكلم عن مادة طب الأطفال. هنشوف بابين مهمين جدا، هو الباب التاسع أمراض الجهاز التنفسي بالأطفال، والباب العاشر أمراض القلب والجهاز الدوري. أول حاجة الباب التاسع، الأمراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي في الأطفال. اول مرض امراض الجهاز التنفسي في الاطفال التهاب الحلق واللوزتين، التهاب الحلق واللوزتين زي ما احنا شايفين في الصوره اللي من فوق، التهاب في الحلق واحتقان في الحلق، بس مفيش التهاب في اللوزتين. الصوره اللي من تحت الالتهاب في اللوزتين واضح جدا، متضخمتين وعليهم صديد. التهاب الحلق واللوزتين ده بيتسبب فيه عدد كبير من الفيروسات والميكروبات، والأعراض بتاعته تلخص في الآتي: ارتفاع في درجة الحرارة، شعور بالإرهاق، ارتفاع في درجة الحرارة، شعور بالإرهاق، غثيان، صعوبة بالبلع، احتقان وألم بالحلق، تضخم في الغدد الليمفاوية بالرقبة، واحتقان باللوزتين والحلق. دي الأعراض بتاعته، تمام؟ دي ملخص لأعراض التهاب الحلق والتهاب اللوزتين. المضاعفات، وده سؤال مهم جدا جدا جدا، احنا عارفين اللوزتين والحلق مفتوح على الاذن الوسطى وعلى الجيوب الانفيه وعلى الصدر اللي هو الشعب الهوائيه والرئتين، عشان كده بيحصل التهاب في الاذن الوسطى، بيحصل التهاب في جيوب الانفيه، بيحصل التهاب رئوي، بيحصل نزلات شعبيه، ده كلها مضاعفات. واهم حاجه المضاعفات اللي بتظهر بعد فتره زي الحمى الروماتيزميه والتهاب الكلى، تمام؟ ادي الاعراض والمضاعفات. العلاج بيكون بمضادات حيويه، والهدف منها عشان نمنع حدوث الحمى الروماتيزميه. المرض الثاني من امراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي في الاطفال هو التهاب الحنجره. التهاب الحنجره ده بتسبب فيه العديد من الميكروبات والفيروسات، لكن اخطرها البكتيريا اللي بتسبب التهاب الحنجره هي الهيموفيلس انفلونزا. دي اخطر حاجه بتسبب التهاب الحنجره، الهيموفيلس انفلونزا. الاعراض بيحصل ارتفاع مفاجئ بدرجه الحراره، في ارهاق شديد، بحه بالصوت، عشان دي حنجره برضو يعني اللي هي مسؤوله عن الصوت، فبيحصل بحه في الصوت. ممكن البحه في الصوت دي تزداد ليحدث اختناق وصعوبة بالتنفس. يبقى أول حاجة ارتفاع في درجة الحرارة، إرهاق شديد، وبحة بالصوت، وممكن يحصل اختناق وصعوبة في التنفس في الحالات الشديدة. وأحيانا برضو في الحالات الخطرة جدا 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 بتحدث زرقة وانشفاط بين الضلوع. دي أعراض مهمة جدا، ودي في الحالات الصعبة والشديدة والمتأخرة. العلاج بتاعه ده مش مهم لكم، بس لازم نعرفه، بيكون راحة تامة بالفراش واستنشاق الأكسجين، ونعمل منع حدوث الجفاف عن طريق اعطاء المحاليل للاطفال بالفم او بالوريد، واستعمال مضادات حيويه مناسبه زي الامبيسيلين، وعلاج المضاعفات لو حصلت. وفي الحالات الشديده قوي اللي بيحصل فيها اختناق ممكن نعمل الشق الحنجري. ده كده المرض الثالث معانا، المرض الثاني اللي معانا النهارده.
المرض الثالث هو النزلات الشعبية. النزلات الشعبية، النزلات الشعبية بتحدث نتيجة لالتهاب الغشاء المخاطي المبطن للقصبة الهوائية والشعب والشعيبات الهوائية، برضو سببه كثير جدا من الفيروسات والميكروبات، لكن في الغالب بيكون كأحد للمضاعفات الناتجة عن نزلات البرد أو التهاب الحلق أو أحد الأمراض المعدية زي الحصبة والصرع الديكي والإنفلونزا. تمام، دي أسبابه، لكن أعراضه إيه؟ أعراضه باختصار خالص ارتفاع في درجة الحرارة، دي ممكن تكون موجودة أو ممكن تبقى الحرارة طبيعية، يعني ممكن أو غير ممكن وجود ارتفاع في درجة الحرارة. والسعال ده أهم عرض من أعراض النزلات الشعبية، لكن في الحالات الشديدة ممكن بيحصل ضيق في التنفس وزرقة، وخصوصا في الأطفال الرضع صغار السن. تمام، العلاج بتاعه نفس الموضوع زي قبل كده، الراحة واستنشاق هواء نقي أو أكسجين في الحالات الشديدة، ندي مضادات حيوية مناسبة، ندي محاليل بالوريد، ونستخدم عقاقير طاردة للبلغم، وندي وجبات خفيفة سهلة الهضم. زي ما احنا قلنا العلاج ده مش مهم بالنسبة لكم. المرض بعد كده، المرض الرابع هو الالتهاب الرئوي، وده مرض خطير جدا جدا جدا. الالتهاب الرئوي بيحدث نتيجة إصابة الرئة بأحد الميكروبات، والعدوى في الرئة قد تكون أولية وقد تكون ثانوية. أولية يعني الرئة هي أول مكان للإصابة، ثانوية يعني نتيجة الإصابة بحاجة تاني، يعني إصابة بنزلات برد مثلا أو نزلات شعبية أو أي حاجة من الأمراض المعدية زي الحصبة والصرع الديكي، فثانويا يحصل بعدها التهاب رئوي. إيه الأعراض الالتهاب الرئوي؟ الأعراض تكون مفاجئة وسريعة في الالتهاب الرئوي الأولي، لكن بتكون تدريجية في الالتهاب الرئوي الثانوي. الأعراض تتمثل في الآتي: ارتفاع درجة الحرارة، زيادة سرعة التنفس، ممكن التنفس أو الجلد يكون مصحوب بزرقة، انجذاب الجزء السفلي من الصدر أثناء الشهيق والإجهاد التنفسي والنت. العلاج: الراحة مع استنشاق الأكسجين مع مضادات حيوية مناسبة مع محاليل. ده العلاج اللي هو مش مهم قوي بالنسبة لنا. المرض الخامس والأخير في أمراض الجهاز التنفسي للأطفال هو الربو الشعبي، اللي هو الحساسية الصدري، يعني الربو الشعبي. إيه هو الربو الشعبي؟ تعريفه هو ضيق متكرر في التنفس وتزييق في الصدر نتيجة ضيق الشعب الهوائية، وبيتميز إنه قابل للتحسن والعلاج إما عن طريق تناول أدوية أو حتى ممكن من غير علاج. طيب، سبب المرض هو زيادة استجابة العضلات الموجودة في الشعب، وكذلك الغدد الموجودة في الغشاء المخاطي المبطن بهذه الشعب، وذلك بعد تعرضها للأتربة أو لطعام من أطعمة الحساسية زي الموز والفراولة والبيض والسمك والشوكولاتة في فترة الربيع. يبقى السبب باختصار زيادة استجابة العضلات الموجودة في الشعب، وبرضو زيادة استجابة الغدد نفسها. تمام، وده بعد التعرض للأتربة أو أطعمة الحساسية زي الموز والبيض. والوراثة لها دور هام في العلاج ده، في المرض ده. طب ايه مسببات المرض؟ اول حاجة الحساسية لبعض انواع الطعام. تمام، ادي مسببات المرض: الحساسية لبعض انواع الطعام، الحساسية لحبوب اللقاح، الحساسية لبعض انواع الطعام زي ما احنا قلنا الموز والسمك والشوكولاتة والفراولة والكلام من ده، حبوب اللقاح في فترة الربيع او غبار المنزل. برضو في حساسية بسبب المجهود العضلي مثل الجري، برضو السبب بتاعه في انفعال زي الضحك والاكتئاب. العلاج: أثناء النوبة بنعمل راحة بعيد عن مسببات الحساسية، بندي موسعات للشعب زي الأدرينالين والأمينوفيلين والفينتولين، والفينتولين ده بيكون عن طريق الفم أو بالبخاخات، وكذلك ندي كورتيزون برضو بالفم او نديه وريدي او عن طريق البخاخات. بعد كده ندي السوائل للطفل واستنشاق الاكسجين، ده مهم جدا استنشاق الاكسجين.
ده اثناء النوبه. العلاج بعد علاج النوبه ايه؟ تجنب مسببات النوبه ان امكن عشان ما تجيش النوبه، يعني نبعد عن المسببات الحساسيه والحاجات ديت. علاج نزلات البرد او اي مرض معدي عشان نتجنب النوبه بتاعت الحساسيه. استعمال موسعات الشعب زي الامينوفيلين واستعمال مضادات الحساسيه. ده باختصار الربو الشعبي. الباب العاشر هنتكلم عنه باختصار دلوقتي. الباب العاشر هو امراض الجهاز الدوري للاطفال. هنشوف ثلاث امراض مهمين جدا، في العيوب الخلقيه بالقلب، في الحمى الروماتيزميه، ومرض الثالث هو هبوط عضله القلب. العيوب الخلقيه بالقلب، الصوره اهي بتوضح بعض من العيوب الخلقيه بالقلب. الصورة اللي من تحت ديت ادي في ثقب بين الاذينين الايسر والايمن، ادي الثقب اهو واضح اهو، الخط الاحمر ده او السهم الاحمر ده، ده ثقب واضح جدا. هنا نفس الحكاية، في ادي الاذين الايمن وادي الاذين الايسر وادي السهم الاحمر داخل بينهم، اذا في ثقب. الصورة اللي جنبها ديت من تحت اهي في ثقب بين الاذين الايمن والايسر اهو، تمام. الصور من فوق ديت في ثقب بين البطين الايمن والايسر اهو. هنا الصوره ديت اللي من فوق ديت ادي ثقب بين البطينين برضو، وهنا برضو ثقب بين البطينين. دي كده الصوره، عرفنا صوره العيوب الخلقيه وعرفنا ايه معنى الثقب. العيوب الخلقية بالقلب تشمل عدم انسداد القناة الشريانية، وثقب بين البطين الأيمن والأيسر، وثقب بين الأذين الأيمن والأيسر، وآخر حاجة عيوب خلقية مع وجود تحويلة للدم من اليمين لليسار. عيوب خلقية مع وجود تحويلة للدم من اليمين لليسار مصحوبة بزرقة، ودي زي مرضين مهمين جدا، رباعي فالوت وثلاثي فالوت. خلاص، يبقى العيوب الخلقية تشمل انسداد القناة الشريانية، ثقب بين البطينين الأيمن والأيسر، ثقب بين الأذينين الأيمن والأيسر، عيوب خلقية مع وجود تحويلة للدم من اليمين لليسار مصحوبة بزرقة زي رباعي فالوت وثلاثي فالوت، تمام. طيب ايه هي الاعراض؟ الاعراض ساعات بتكون العيوب الخلقيه بسيطه جدا وصغيره ومش مصحوبه باي اعراض، لكن ساعات بتبقى العيوب دي كبيره جدا ومصحوبه باعراض. الاعراض دي تلخص في الاتي: عدم القدره على الرضاعه، الطفل مش قادر يرضع، سرعه التنفس وسرعه دقات القلب، حدوث التهابات رئويه ونزلات شعبيه متكرره نتيجه احتقان الرئتين، وجود زرقه في حاله وجود تحويل الدم من اليمين الى اليسار. وعرض تاني هو تاخر نمو الطفل وتاخر تطوره. طب في الاطفال الاكبر سنا ممكن نلاحظ عدم قدره الطفل على بذل مجهود زي الاطفال الاخرين. ديت اهم اعراض الطفل المصاب بالعيوب الخلقية. طيب في سؤال مهم جدا اللي هو مضاعفات العيوب الخلقية. مضاعفات العيوب الخلقية مهم جدا السؤال ده، ما هي مضاعفات العيوب الخلقية بالقلب الأطفال؟ هبوط القلب، احتقان الرئتين، والالتهابات الرئوية المتكررة، التهابات بالغشاء المبطل للقلب، جلطات بالشرايين والأوردة، جلطة بالمخ وتكون مصدرها من القلب. التشخيص بتاعه مش مهم ليكم، بس لازم نعرفه عن طريق الفحص الكلينيكي، عن طريق رسم القلب الكهربائي، في موجات فوق صوتية على القلب، أشعة للقلب، وأسطرة القلب. وادي الصورة زي ما احنا شفناها. المرض الثاني والمهم جدا وقد يكون ناتج عن العيوب الخلقية بالقلب هو الحمى الروماتيزمية. أول حاجة هنشوف الأسباب بتاعتها. الأسباب تحدث نتيجة الإصابة بعدوى الميكروب السبحي في الحلق
او في اللوزتين. لكن الكيفيه اللي بيحصل فيها الحمى الروماتيزميه يعني ليش معروفه الى الان، لكن يعتقد انها بتكون نتيجه تفاعل مناعي غير طبيعي. الاعراض، اعراض الحمى الروماتيزميه بصفه عامه تقسم لقسمين، اما اعراض رئيسيه واما اعراض صغرى، اعراض رئيسيه او اعراض صغرى. الاعراض الرئيسيه هما 5 اعراض كبار جدا جدا جدا، اما التهاب المفاصل او التهاب القلب او الكورية او الحركات اللا ارادية، او ثم العقد تحت الجلد، ثم الطفح الجلدي المميز، وهخليكم تشوفوا الطفح الجلدي المميز دلوقتي. الاعراض الرئيسية 5 اعراض، اول حاجة التهاب المفاصل، ده في المفاصل الكبرى زي الركبة والكاحل والمفاصل الكبيرة يعني ومفصل الفخذ والمفاصل الكبيرة. الالتهاب ده بيحصل في عدة مفاصل في نفس الوقت، وقد ينتقل من مفصل للتاني، والمفصل الملتهب بيكون متورم وأحمر وفيه ألم شديد. يبقى المفصل الملتهب يكون متورم واحمر وفي الم شديد، واحنا قلنا ان دي المفاصل الكبيره. تمام. العرض الثاني هو التهاب عضله القلب، ده بيؤدي لالم في الصدر في مكان القلب، هبوط بالقلب يؤدي لارتجاع بالصمام المترالي ثم الاورطي، ومع تلف بهذه الصمامات يحدث بها ضيق، يبقى يحدث ارتجاع في الاول بعد كده ضيق في الصمام المترالي والاورطي بالذات. العرض الثالث من الأعراض الرئيسية هو الكورية، اسمه كورية. كورية ده عبارة عن حركات غير إرادية بتشمل عدة مفاصل في الأطراف الطويلة زي الذراعين والساقين. برضو الطفل هنا بيعاني من ضعف في العضلات، وتكون الحركة بتاعته غير منسقة، ده معنى الكورية. بعد كده العرض الرابع من الأعراض الرئيسية هو عقد تحت الجلد بالمفاصل المصابة ومؤخرة العنق. بعد كده في الطفح الجلدي المميز، وده بيكون قرمزي في اشكال شبه دائريه على الساعدين والساقين، وانا هحاول اخليكم تشوفوا صوره للطفح الجلدي ده، اهو الصوره من تحت دي خالص، ده طفح جلدي، ادي الطفح الجلدي المميز اهو. تمام. وادي المفاصل، شايفين المفاصل ده، مفاصل متورمه، مفاصل حمراء، مفاصل متورمة زي ما انتم شايفين. يبقى ادي الطفح الجلدي وادي المفاصل المتورمة لما بيحصل التهاب في المفاصل. الأعراض الصغرى للحمى الروماتيزمية هما 9 أعراض. في ارتفاع في الحرارة، في ألم بالمفاصل، ألم بس في المفاصل من غير التهاب ومن غير تورم واحمرار في المفاصل، في زيادة سرعة ترسيب الدم، في زيادة عدد كرات الدم البيضاء الكلي، في وجود حاجة اسمها المتفاعل البروتيني بالدم، حاجة اسمها سيري أكتف بروتين، ده المتفاعل البروتيني بالدم، تغيرات في رسم القلب، لما نشوف رسم القلب نلاقي فيه مشاكل في رسم القلب، وجود دلائل على حدوث التهاب الحلق في وقت سابق بحوالي اسبوع الى شهر، او وجود اجسام مضاده للميكروبات السبحيه بالدم، وجود تاريخ مرضي لاصابه الطفل بحمى روماتيزميه سابقه، اخر عرض نزيف بالانف. طب ازاي نشخص عن طريق الاعراض ديت؟ اما يكون وجود 2 من الاعراض الرئيسيه اللي احنا قلناهم، الاعراض الرئيسيه الكبيره، تمام، اللي هي اما التهاب المفاصل او روماتيزم القلب او الكورية او عقد تحت الجلد او الطفح الجلدي، يا اما عرضين من دول الاعراض الرئيسية، يا اما عرض واحد من الاعراض الرئيسية مع عرضين من الاعراض الصغرى. تمام. ده التشخيص. العلاج باختصار كده راحة تامة بالفراش، التخلص من الميكروب السبحي باستخدام حقن التخلص من الميكروب السبحي باستخدام حقن البنسلين البروكايين لمدة 10 أيام، بعد كده استخدام البنسلين طويل المفعول كل أسبوعين، ندي أسبرين، بندي مركبات كورتيزون، بعد كده نعالج
هبوط القلب لو كان في هبوط في القلب. آخر مرض معانا النهاردة هو مرض هبوط القلب، وده فشل القلب في إمداد الجسم بكمية الدم الكافية لعمليات التنفس في جميع الخلايا. القلب عنده هبوط، عنده فشل، مش قادر يودي كمية الدم المناسبة. إيه أسباب هبوط عضلة القلب؟ في يعني أسباب زي اللي قلناها كله قبل كده، زي هي العيوب الخلقية بالقلب زي الثقب الكبير بين البطينين، اختناق الشريان الأورطة، ضيق الشريان الرئوي، ثقب بين الأذينين، دي كلها إيه؟ عيوب خلقية في القلب تؤدي لهبوط القلب. طب السبب الثاني إيه لفشل عضلة القلب؟ التهاب عضلة القلب نفسه بسبب الحمى الروماتيزمية والتهاب القلب الفيروسي. رقم 3 التهاب غشاء التامور. رقم 4 ارتفاع ضغط الدم كما في حالات التهابات الكلى. دي الأسباب، وسؤال مهم جدا جدا. الأعراض بتاعته في الأطفال حديث الولادة ليه أعراض، وفي الأطفال الأكبر سنا ليه أعراض. في الأطفال حديث الولادة هنلاقي عدم القدرة على الرضاعة وفي نهجان، الطفل عصبي وقليل النوم، شحوب في اللون وممكن نلاقي زرقة، في تورم وإديمة في الحالات المتأخرة، بس هنا التورم والإديمة بيبدأ بالوجه، بيبدأ بالوش وبعد كده بينتشر للجسم كله اللي هو التورم أو الإديمة، وده الفرق بين هنا وبين إيه في الأطفال الأكبر سنا. تمام، يبقى في الأطفال حديث الولادة التورم بيحصل أول في الوجه وبعد كده بينتشر للجسم كله. بعد كده بنلاقي سرعة النبض وأخيرا تضخم الكبد. طيب في الأطفال الأكبر سنا هنلاقي الأعراض كالآتي. الأعراض بتحدث فجأة أو تدريجية، بيكون معها دايما كحة، بيبقى معها ضيق في التنفس، بيبقى معها سرعة في النبض، بيبقى فيه تورم، والتورم بيبدأ بالقدمين وبعد كده بينتشر للجسم كله. تمام، بنلاقي فيه شحوب وزرقة في اللون، هنلاقي فيه احتقان أوردة الرقبة وتضخم القلب والكبد. العلاج بتاع هبوط القلب بيبقى راحة بالفراش، بس نرفع السرير ناحية الراس، نخلي الراس مرتفعة شوية، أكسجين، ندي مركبات الديجوكسين ومضرات البول، والإقلال من ملح الطعام. وكده يبقى خلصنا درس النهاردة، الوحدة الباب التاسع والباب العاشر. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.